موريبي، استاد لوكاس موريبي. تم مران قوي بدأ في تمام الساعة 3 عصرا، بدأ مستر توماس بجزء بدني مع اللاعبين، ثم بدأ مستر ريني فايلر طبعا بعد ما تفقد أرضية الملعب والجهاز الفني تفقد أرضية الملعب بالكامل. مستر ميكيل يانكون اختص حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بتمرين أكثر من رائع، أيضا كل اللاعبين ومستر ريني فايلر بدأ أن يعني المران قوي جدا للاعبي النادي الأهلي. اختتم مستر ريني فايلر مران النادي الاهلي بالتدريب على ركلات الجزاء، يعني كل اللاعبين النهارده اتمرنوا على ركلات الجزاء، ويعني نقدر نقول كان في تالق واجاده من الشناوي وعلي لطفي، وكان ايضا في تالق من بادجي ومرام محسن واليو ديانج ووليد سليمان وقفشه وجيرالدو وكافه لاعبي النادي الاهلي ومحمد هاني واحمد فتحي وايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وكل اللاعبين ورامي ربيعه، الجميع تالقوا في ركلات الجزاء، ودي كان من الامور اللي كان مستر ريني فايلر حريص عليها. لكن احنا ان شاء الله نتمنى ان المباراه ما توصلش لركلات الجزاء والنادي الاهلي يواصل طريقه الى مباراه النصف النهائي ومن ثم المباراه النهائيه. خليني برضه اقول لك زميلي محمد عن حديث وسائل الاعلام هنا في بريتوريا عن اللقاء وصدى اللقاء. يعني خرجت النهارده بعض الصحف في بريتوريا وسائل الاعلام تتحدث عن ضروره اسقاط النادي الاهلي وضروره الفوز على النادي الاهلي، يعني الثلاثه صحف الشهيره سواء ذا ستار او بريتوريا دي او بريتوريا او بزنس دي وبريتوريا نيوز تحدثوا عن اللقاء، ويعني بعض العناوين هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير ام هيبحث عن البدائل. يعني ده كان احد المانشيتات اللي خرجت بيها صحيفه بريتوريا نيوز لما قالت هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير ام يبحث عن البدائل في ظل النادي الاهلي له الافضليه له الاسبقيه بالفوز بهدفين في استاد القاهره. وقالوا ان النادي الاهلي لما يعني من النقاط اللي عملها النادي الاهلي ان هو جاء الى بريتوريا وجنوب افريقيا بالتحديد بريتوريا مبكرا من اجل التاقلم مع الاوضاع، وقالوا ان الهدفين اللي احرزهم النادي الاهلي في مباراه الذهاب هيصدروا عامل ضغط كبير جدا على فريق سان داونز. ايضا من الامور المهمه ان اليوم تم تجديد تعاقد كابتن فريق سان داونز كيكانا، اللاعب اللي تم تمديد عقده وصاحب ال 34 عام تم تمديد عقده لمده 4 سنوات، وكان نوع من انواع يعني رفع الروح المعنويه لكابتن الفريق انه يقدر يتكلم على اللقاء ويبعث في اللاعبين روح التفاؤل ويكون قوه دفع لفريق سان داونز. لكن يا زميلي محمد خليني اقول لك ان الامور بالنسبه لفريق النادي الاهلي الامور مطمئنه تماما. النهارده كان يعني من النقاط المهمه جدا برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي عايزين نبرزها كان حضور السفير العراقي ببريتوريا الى مقر اقامه بعثه النادي الاهلي بصحبه المعالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه. لما علم بوجود بعثه النادي الاهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب اصر على ان هو يتوجه الى بعثه النادي الاهلي ان هو يصافح اللاعبين ويصافح الكابتن محمود الخطيب وجلس مع الكابتن محمود الخطيب. ده من الامور المهمه جدا من المعالي السفير العراقي بصحبه السفير شريف عيسى. كافه الترتيبات تسير على قدم وساق، الجميع هنا يتعاهد الجميع يتفاعل بإذن الله لتحقيق الانتصار على فريق سان داونز. طيب بشكرك على التقرير الوافي، لكن لسه انت معايا ما تروحش يعني اي حتة لانه عندي حاجتين. اولا الجماهير